بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا في كل مكان، مرة أخرى نتواصل معكم في الانطلاق قبل الختام، انطلاقة الشوط الثاني عشر وخاص بالبكار المحليات الأصائل هنا في مسافة 8 كيلومترات المنطلقات. مشاهدينا في هذا الأداء الجميل وفي هذا الشوط نعود ونتابع معكم تفاصيل هذه الانطلاقة. والمركز الأول مباشرة مياسة لخميس بن عتيق بن جمعة الرميفي، هي من تنتزع الصدارة في مقدمة هذا الشوط وتنفرد من البداية، بينما المركز الثاني بالرقم 2 الشاهنية لمحمد بن غدير بن حمد الدرعي تتسلل مشاهدينا الأعزاء وتنتقل إلى المركز الثاني النقلة القادمة. والمركز الثالث هناك الوارية لمطر بن بطي بالهواش الخيالي التي تنتقل بدورها في المركز الآن الثالث. النقلة القادمة مع السايحة لعلي بن عبيد بن سعيد السبوسي التي تنتقل في هذه اللحظات مشاهدينا وتندفع إلى المركز الآن الرابع وشعار المروشد على صحة التعبير مشاهدينا في كل مكان، بينما هناك من انطلقت ومن قدمت في هذا الأداء في المركز الخامس. المركز الخامس وصول من الشام خالد مبارك بن محمد بالعور الخيلي التي واصلة في هذا الأداء في المركز الخامس. المركز السادس هناك القدوم من عوايد لحمد بن سالم الشريفي من وصلت في هذه اللحظات وانطلقت مع هذا الشعار، شعار الشريفي، شعار الشطرنجي، شعار جميل له أيضا إنجازاته. بينما الدور اللي قادم دور المركز الآن السابع، والمركز السابع بالرقم 7 مشاهدينا في كل مكان هملولة لمحمد بن عبيد بن حلوس بن ذيبان العامري راعي ظبيان من انتقل إلى السابع بالرقم 7. وأما المركز الثامن وصول من قبل مزنة لعبد الله بن سيف بن زيتون المهيري، شعار جميل من الشعارات الجميلة. بينما من وصلت واحتلت المركز التاسع الظبي تسللت وسيف بن محمد بن مايد المزروعي، وعاشر المراكز الشاهنية لراشد بن سالم بن محمد الشامسي. هذه الأسامي مشاهدينا في كل مكان، وهذا الشوط الذي أمامكم مشاهدينا نتابع من خلاله العشر مراكز والنداء الأول لهذه أيضا البكار المنطلقات. وما زالت المنطلقة مياسة وما زال أبو عتيق مسيطر كل السيطرة على زمام الأمور على مقدمة هذا الشوط لخميس بن عتيق بن جمعة الرميفي، مسيطر ومتابع أيضا مشاهد الأعزاء. يبال سلامات لهالي السمحة الله البكرة، شكلها جميل، أتمنى التوفيق، أداء مميز. نأخذ المركز الثاني، نأخذ شعار علي بن عبيد بن سعيد السبوسي اللي بدأت تنطلق مشاهدين السايحة، السايحة اللي بدأت أيضا بأدائها بانطلاقاتها بشكلها بشعارها الجميل. النقلة القادمة وصول من الشاهنية لمحمد بن غدير بن حمد الدرعي، وصلت بقوة، وصلت راعية الكوع لتنتقل نقلة جميلة. ولكن لا تنسوا أيضا اللي قادمة هناك الوارية التي بدأت تتوارى، ومطر بن بطي بالهواش الخيالي الذي يقدم لنا هنا الوارية مشاهدينا في كل مكان. الدور اللي قادم هو دور المركز الخامس وانطلاق هناك من الجانب الآخر شعار الشريفي وشعار بالعور اللي قادمين لينضموا إلى المقدمة. وصول من الشام خلي مبارك بن محمد بالعور بن مبارك الخير اللي قادم بقوة، بينما شعار الشريفي من الجانب الآخر عوايد لحمد بن سالم الشريفي كذلك يتدخل لينطلق في المركز الثامن. المركز التاسع وصل شعار بن حلوس مع هملولة لمحمد بن عبيد بن حلوس بن ذيبان العامري. أما النقلة الأخرى في المركز العاشر وبالرقم 10 ومع
الشعار اللي قادم بقوة. هذا الشعار سرابة ومحمد بن حبروت بن سلطان الاكتبي يتقدم في هذه اللحظات ليكمل هذا الرقم بالرقم 10 والمركز العاشر. وتوقع أيضا شعارات قادمة من المناطق خلف الدائرة الإعلامية لن يحين وقت الدخول حتى هذه اللحظة. ولكن خلونا نتقدم، خلونا ننطلق مع المقدمة اللي فيها من البداية مياسة، وهذه الماركة اللي قادمة أيضا من السمحة بكل جماله بكل سماحة. ما شاء الله وتبارك الرحمن، تنطلق وينطلق خميس، خميس بن عتيق بن جمعة الرميثي، الله ينطلق خميس هنا في يوم من أيام الثنايا في عاصمة الميادين في يوم الجمعة. ويا السلام، وخميس بن عتيق بن جمعة ينطلق في يوم الجمعة في قرة هذه السنة الجديدة. نتمنى التوفيق لكل المشاركين وسنة خير إن شاء الله وبركة. نعود ونتابع المركز الثاني، غيرت انطلقت هملولة، وهذه السلالة الغنية عن التعريف سلالة هملول، سلالة هملول مع شعار بن ذيبان محمد بن عبيد بن حلوس بن ذيبان العام راعي ظبيان ينطلق، ولكن راعي مياح نعم، ولكن راعي الختم قادم، راعي الختم وميدان الخزنة بالعور يتقدم هنا الشاب، يتقدم راعي الشامخة لتشمخ الآن وفي المثلث الذهبي. هناك مبارك بن محمد بن مبارك بالعور الخيلي، الله يا سلام، شعار أيضا من الشعارات التي أنجزت وما زالت إنجازات موجودة. وناخذ المركز الرابع، راية القوع التي منطلقة الشاهنية، ومحمد بن غدير بن حمد الدرعي ينتقل ويغادر بالمركز الرابع. الله الأداء جميل والأداء جميل. وهناك الشريفي قادم، الشريفي عوايد لحمد بن سالم الشريفي التي وصلت وانطلقت إلى المركز الآن الخامس والمركز السادس. شوف الانطلاق، وين الدايركتر؟ وين عمرين؟ جيب مي كم النمبر 6. الله، شوف اللي انطلقت، شوف المجان الضبي للسيف محمد بن مايد المزروعي، ولكن شوف السايحه اللي بدت مره اخرى تصوح وتجول لعلي بن عبيد بن سعيد السبوسي. شوف الاداء، هناك ايضا أرى هناك راعي القحير الشاهنيه لعلي بن سالم بن علي الدرعي، راعي القحير قادم ايضا والقادمون من المناطق الخلفية. ولكن حد شاف راية السمحة؟ حد شاف منكم راية السمحة يخبرنا بموقعها؟ بنخبر منها الدايركتر أو المخرج أمرين. الله، كامل نمبر 1 هنا المقدمة والمركز الأول مياسة وخميس بن عتيق بن جمعة الرميثي. هذه أمامكم على الشاشة، ما شاء الله، أنا ما شفتها تلفت يمينا ويسارا، قلت أكيد هنا السلامات مع المقدمة ومع المركز الأول ومع خميس بن عتيق بن جمعة الرميثي مع مياسة. وعندك ماركة وعندك أداء وعندك، ولكن راعي ظبيان، راعي ظبيان والماركة الأخرى، كم النمبر 2 بليز دايركتر أمرين، جيب مي كامل نمبر 2 اسكيوز مي. الله، شوف المركز الثاني وشوف المقدمة وشوف المركز الثاني، ثانكيو ثانكيو أمرين ثانكيو. هذا هو المركز الثاني، هملولة لمحمد بن عبيد بن حلوس بن ذيبان الذي وصل إلى المركز الثاني بقوة. والمركز الثالث شعار بالعور، شعار الشامخة المبارك بن محمد بن عمر الخيلي، ما شيء باقي، ما شيء باقي، انعطاف. والمركز الرابع وين؟ الله، هناك السايحة منطلقة بقوة لعلي بن عبيد بن سعيد السبوسي في المركز الرابع والمركز الخامس والسادس. ما شاء الله على المسافة، ولكن ما شاء الله وعيننا باردة على مياسة وعلى هملولة وعلى الشامخة اللي في الثلاث مراكز الأولى. الله،
ما زال التوقيت تحت اقدام اول شوط. بنت المطر، بنت المطر لبتلاوي، الله يا سعيد وانت سعيد بالتوقيت 12:58 وخمس هيدا، ولكن هذا الشوط ظن عند توقيت، ولكن المركز الاول ماذا معتيق، الله يقدم لنا مياسة في المركز الأول لخميس بن عتيق بن جمعة الرميثي، والمركز الثاني هملولة لمحمد بن عبيد بن حلوث بن ذيبان الشامخة، في المركز الثالث لمبارك بن محمد بن عور الخيلي، والدور اللي قادم في المركز الرابع لعلي بن عبيد بن سعيد السبوسي السايحة، ولكن هنا المركز الأول، هنا استراحة المحارب، ولكن راعي ظبيان واصل، هناك الله، شوف الشوطة، شوف هملولة، شوف السلالة، المختبر، شوف السلالة هملولية، شوف السلالة جبار تنتقل بكل قوة واقتدار، هذه أمامكم على الشاشة، غيرت الميادين، انطلقت إلى الفوز، انطلقت إلى أداء، وترقبوا مياحة في الشوط القادم بنفس صاحبة الكاس بنفس الشعار، هذا ما يدل على هذه القوة والأداء لشعار بن حلوس، وهذه مياسة مشاهدينا، مياسة من تقدم لنا مشاهدينا أداء هملولة لمحمد العبيد بن حلوث بن ذيبان العامري، أداء جميل ومميز، وتحية لعبيد بن حلوث بن ذيبان الدائم لهذا الشعار رائع ظبيان، الله استاهل عبيد بن حلوث بن ذيبان داعم هذا الشعار بكل أداء جميل، وأمام المنصة المركز الثاني، عادت رعية السمحة، ولكن هملولة قفلت على الشوط والسلام لابن حلوث، سلام والسلام لمصانع الجنوب، سلام، هذه هي ساعات الوصول، هملولة لمحمد بن عبيد بن حلوث بن ذيبان، تهانينا المركز الثاني، ما قصرت مياسة لخميس بن عتيق بن جمعة الرميفي، المركز الثالث لمبارك بن محمد بن عور الخيل الشامخة، والمركز الرابع هناك اللي هي المركز الرابع التي وصلت الشامخة، الرابع الثالثة اللي غيرت عوايد لحمد بن سالم الشريفي، والمركز الخامس التي وصلت كانت الشاهينية لعلي بن سالم بن علي الدرعي، كما ذكرنا مشاهدينا هذا الأداء، التي وصلت المركز الثالث كانت رقم 11 لحمد بن سالم الشريفي، والمركز الرابع كانت لمبارك بن عور، والمركز الخامس كما ذكرنا هي لعلي بن سالم بن علي الدرعي رعي القحير، ولكن التوقيت 13:12:09، تهانينا مشاهدي الاعزاء لبن حلوث هملوله اللي فازت بهذا الشوط لمحمد بن عبيد بن حلوث بن ذيبان، المركز الثاني قدمت عرض مياسة لخميس بن عتيق بن جمعة الرميثي 13:14:05، والمركز الان الرابع الثالث كامل نمبر 3 بليز، هذه امامكم على الشاشة رقم 11 اللي غيرت، نعم عوايد لحمد بن سالم الشريفي 13:18 بالوفا، والتمام والناموس للجميع.